أهلا بكم إلى التفاصيل. دخلت المعارك الدائرة على أطراف مأرب أسبوعها الثاني في وقت أعلنت وزارة الدفاع التابعة للحكومة الشرعية تحقيق قواتها تقدما ميدانيا جنوب وغرب المحافظة، فيما تلقت ميليشيا الحوثي الإرهابية هزائم متتالية وكبيرة في مختلف جبهات القتال. كما ذكرت مصادر لقناة يمن شباب أن قوات الجيش مسنودة من المقاومة ألحقت خسائر بشرية ومادية على أو في صفوف الميليشيا الحوثية بعد محاولتها التقدم بشن هجوم على عدد من المواقع في منطقتي قريظة والأوشال، في حين تلقت خسائر مماثلة في جبهات سرواح أيضا. وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش مسنودة من المقاومة صدت هجوما حوثيا على مواقعها في منطقة قريظة جنوب مأرب، مضيفا أن مواجهات عنيفة اندلعت في جبهة مراد جنوب مأرب قبل أن تتمكن وحدات من الجيش من صد هجوم لميليشيا الحوثي الإرهابية. للحديث أكثر عن التطورات الميدانية في مأرب ينضم معنا النقيب ياسر ضبر من إعلام المنطقة العسكرية الثالثة. سيد ضبر، أهلا وسهلا بك، ضعنا في أبرز تطورات الميدان في معارك مأرب. أهلا ومرحبا بك أخي الكريم، ومرحبا بالسادة المشاهدين لشاشة قناة من شباب. آخر المستجدات في الجبهات المشتعلة في غرب مأرب، أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يسطرون ملاحم أسطورية خالدة في الدفاع عن الشرعية والجمهورية. أبطال الجيش الوطني استطاعوا أن يوقعوا الميليشيات الحوثية في كمائن كثيرة ويكبدوها العديد من الخسائر البشرية والمادية. الميليشيات الحوثية في حقيقة الأمر هي أصبحت تلفظ أنفاسها الأخيرة على أطراف مأرب، وكما هو معروف وكما أطلقت على معركتها على مأرب معركة النفس الطويل، لأنها تعرف ماذا تعني مأرب. وأنا أقول لكم وأقول للسادة المشاهدين أن هذه المعركة هي معركة النفس الأخير للميليشيات الحوثية. الميليشيات الحوثية لن تخرج من هذه المعركة بسلام ولها ما بعدها. هي تدفع بكل ما أوتيت من حشود ومن مؤن عسكرية ولوجستية إلى هذه المعركة، لعلها تحقق أي تقدم ميداني أو ما شابه. لكن هذه حقيقة الأمر، مأرب هي كماشة وهي بمثابة المخلب الذي وقعت فيه الميليشيات الحوثية. أبطال الجيش الوطني مستمرون في المعركة، والمعركة لا زالت قائمة للأسبوع الثاني على التوالي وهي على أشدها، والنتائج مبشرة والتقدم لا زال مستمر لأبطال في مختلف الجبهات غرب مأرب. نعم، إذن الآن الجيش في حالة تقدم وليس فقط في حال صد الهجوم الحوثي. نعم، الجيش الوطني هو بين السنة والأخرى والأخرى يتقدم من محور إلى محور، معركة تكتيكية الجيش الوطني استطاع أن يديرها باحتراف نظرا لما يتمتع به من خبرة كبيرة في إدارة المعارك العسكرية في مواجهة هذه الميليشيات التي أصبحت تتجهجر من يوم إلى يوم في واقع الميدان. نعم، نشاهد يعني فيديوهات، واضح بأن التصوير هو جوي لطيران التحالف. ضعنا في يعني صورة دور قوات التحالف وطيرانه. طيران التحالف العربي وقوات التحالف العربي بشكل عام لها مشكورة على ما تقدمه من دعم لوجستي ومادي وجوي، لها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في هذه المعركة التي يساند فيها أخوانهم اليمنيين في التصدي لهذه الجائحة الحوثية. وفي حقيقة الأمر لطيران التحالف العربي النصيب الأوفر من الخسائر التي تتكبدها الميليشيات الحوثية في جبهات القتال، فتعزيزاتها تتبعثر هنا وهناك في ثنايا طريق صنعاء مأرب
بشكل لا أقول بشكل يومي بل على مدار الساعة، هي تدفع بهذه العناصر بلا رحمة وتغررهم بأنها ستتقدم إلى مأرب، لكنها في حقيقة الأمر تقدم هؤلاء العناصر جرابين إلى الشعاب والأودية ليصبحوا وجبة دسمة للاتباع والضباع في هذه المناطق. ومشكورة دول التحالف العربي، نكن لهم كل التقدير والشكر على ما يقومون به من دعم وإسناد لهذه المعركة بالتحديد. شكرا لك النقيب ياسر ضبر من إعلام المنطقة العسكرية الثالثة.